تستفيد من الملاكمة أشياء كثير، يعني واحدة من أجمل وأمتع الرياضات بالممارسة. تأخذ فيها اللياقة، تأخذ فيها القوة، تأخذ فيها كيف تقدر تتصرف في الضغط المستمر. ولعبة يعني من أفضل الرياضات الدفاع عن النفس. ما حد يقدر يتغلب على شخص متمرس هو ما مارس يعني فن من فنون القتال. طبيعة الحال صعب على هاوي يتغلب على ملاكم محترف، صعب على شخص ما قد مارس رياضة يتغلب على شخص رياضي. تقدر تتعلم الملاكمة بنفسك، شيء بسيط جدا، تقدر تشوفها في اليوتيوب، تقدر تشوف مقاطع فيديو، تقدر تخلي أحد يوريك، بس أفضل شيء إنك تتعلمها من شخص مختص، مدرب، شخص فاهم، عشان تأخذ الأساسيات صح، لأنك لو بنيت نفسك على غلط هتستمر في الغلط.